جلالة الملك دخل في ثقافة حقوق الإنسان من جيل جديد، بحيث ما بقينا شايف ثقافة ديال حقوق الإنسان بمعنى الأول ديالها أو ثقافة حقوق الإنسان السياسية والمدنية، دخلنا في ثقافة حقوق الإنسان ديال اليوم، وبدينا بأصعب هاد المشاكل هذه اللي هي مشكلات الأسرة، وما دور المرأة في الأسرة. وعشتو في التداول اللي كان بين مختلف مكونات المجتمع، وكيفاش أن التداول برهن بأن الدين الإسلامي والقرآن والسيرة النبوية فيها من الأجوبة على هاد الإشكالية اللي كانت مطروحة على الصعيد الدولي، واللي عندها علاقة بالتنمية، واللي عندها علاقة بحقوق المرأة وحقوق الطفل وحقوق الأسرة. المغرب عطى الدليل على أنه شعب كيقتسم هذه القيم، وعطى الدليل على أنه تاريخنا وحضارتنا وديننا لا يتعارض مع هذه القيم هذه. ثم مباشرة بعد